هنا في طريفة. طريفة إلا تزوجت مالكة ما هي نسي الخوف. الوغ الدور ديال ملكة اللي هي بنت بسيطة ساكنة في حي شعبي، تقرر تجوج بواحد ولد كتبغيه بزاف اللي هو ولد دربة ولكن خدام سيكوريتي، ولكن راضي على هذا الحب وهذا العيشة ديالها. وهي خدمت في الديور رغم أنها كان يمكن لها تكمل قرايتها وتخدم من حاجة أخرى، مي عاجبها الحال. باتريس دي بيرجي سي با غراف. اي ديكو بيتيتا هي واحد النهار شنو المشكل تاعها هي وراجلها، هما فقراء ومجوجين ولكن ما عندهمش واحد لا ليبرتي باش يعيشوا قصه الحب تاعهم على خارج المنزل ولا داخل، حيت ما عندهمش دار اللي يقدروا يكونسوميو فيها لا ريلاسيون اموروز تاعهم. انا باقي عاقل واحد النهار قلتي لينا الدروج ديال الضو بحال خوكم الصغير خاصكم تهلاو فيهم. تعلمني فهمه. كنلعب الدور ديال عبد القادر، هو حارس امن في مركز تجاري وشاب طموح اللي بغى يبني حياته، بغى يكون البيت ديالو واخا كيعاني مجموعه من الصعوبات في البدايه، يعني مازال ما عندوش بيت، مازال ما عندوش اوقات مع الزوجه ديالو، هي كتعيش في دارهم وهو كيعيش في دارهم، يعني مازال ما كاينش هذاك البيت اللي يجمعهم جوج. اختيار راسك وما غاديش تتواضر معاك، إن ولادتيها غادي يعاود يديروا واحد اكثر منك. قول لي قول لي كاين هذا العنوان لانه وليلي الحب والحقرة، فيلم عن الحب القوي الرومانسي الجميل كما كتعرف السينما تعاودوا كما كانت كتعرف تعاودوا بزاف من قبل. حنا كنرجعوا للميلودراما العربيه شويه والموسيقى العربيه، وفي نفس الوقت كيفاش هذا الحب داخل العالم ديال اليوم ما كيعطيش الكرامه للعالم اليوم، ما كيعطيش الكرامه للناس، ودونك هاد قصه الحب كتدمر ماشي من الداخل لانها مزيانه من الداخل، ولكن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يمكن قصه حب جميله ان تستمر. تبقى في مثل مشوني مع عباد الله، هذوك الناس ما غاديش نقدو لهم. يلا نمشيو. اولا انا فخوره جدا انني نشارك فيلم ديال فوزي بن سعيدي. كنقول نشارك لانه فعلا الدور ديالي المساحه ديالو صغيره في الفيلم، ولكن عنده واحد الاهميه في القصه وفي التطور ديال الاحداث. طبعا انا يا من عشاق فوزي من دائما، والفيلم منين شاهدته ما كنتش سوربريز، عرفت بانه غادي تكون نتيجه مزيانه بزاف، والحمد لله كنعرفوا دابا انه عنده اقبال كبير لانه داز في مهرجانات وخدا جوائز، وحنا فرحانين أننا نقدموه للجمهور البيضاوي وحاليا الجمهور المغربي لان غيبدا في القاعات. ما غنبغيش نحرق الدور ديالي لان بغيت نخلي الناس يكتشفوا هذا، ولكن الدور هو لونتي ايغو، يعني هي الشخصيه اللي كيجي منها لو مال نقولوا.